البريك المري. شكرا لكافة الزملاء، شكرا لك سلطان. متواصلين مشاهدينا الأعزاء، انتهت قبل قليل منافسات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، وبانتظار انطلاقة الأشواط العامة فئة الإنتاج لهجن أبناء القبائل، متمنين التوفيق والخير لكل المشاركين في هذه الأشواط وأشواط الإنتاج في هذا السباق المحلي الثالث. هذا هو الشوط الأول الرئيسي، يستعد الانطلاق على الهواء مباشرة استكمالا لبرنامجنا في أول أيام هذا السباق المحلي الثالث. وهذا هو الشوط الرئيسي، يصطف على ستارت الانطلاقة واستعدادات الأخيرة للانطلاقة على الهواء مباشرة. تشارك في هذا الشوط نخبة من الشعارات المتواجدة والقادمة من كافة دول الخليج. أهلا وسهلا بعموم المشاركين، نتمنى لهم التوفيق في هذا السباق المحلي الثالث، هذا السباق التجهيزي الذي يليه مباشرة السباق المحلي الرابع الذي يشهد تسعيرة هجن الشحانية. وهكذا انطلق على الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا الشوط الاستثنائي. على بركة الله وحفظه انطلقت الشعارات واندفعت هذه الأسماء القوية، هؤلاء المضمرين الحاضرين والقادمين من كل مكان. والهدف هو انتزاع الشوط الأول الرئيسي، الهدف هو اختطاف نقطة رئيسية هنا في ميدان الشحانية. إذن في السباق القادم المحلي الرابع وفي في أيام السادس والسابع من الشهر القادم سنشاهد الجوائز العينية السيارات والجوائز المليونية التي أعدت للمشاركين، نتمنى لهم جميعا التوفيق. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول على الصدارة، تنطلق الرقود عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل، شعار برمودة وشعار أدب، يتقدم الشعارات في هذه اللحظات. هذا الشعار المميز الرقود على مقدمة الشوط مع شعار بن شعيل. ننتقل للمركز الثاني، وصلت ندى حمد بن جار الله بن حسين البريدي مقدم الندى على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تسللت الوجبة لمحمد بن عبيد الحراجين الدوسري يقدم الوجبة على المركز الثالث. المركز الرابع تسلل من قبل نوايد، تعود ملكيتها لمحمد بن بخيت بن قريع المري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس التسلل فيه والانطلاق من قبل نجود انجود لطالب بن سعد بن شفيع. هذا هو ندانا الأول، نعود إلى الرقود إلى شعار بن شعيل، هذا الشعار الذي تميز في السباق المحلي الماضي وخطف رئيسي الانتاج وحل وصيفا في الشوط الذي يليه. هذه النتيجة مشاهدينا، الرقود 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 على مقدمة الشوط، الشوط الرئيسي أقوى أشواط الحقائق الانتاج اليوم. المركز الثاني تصل الوجبة لمحمد بن عبيد الحراجين الدوسري وهذا الشعار القوي بهذا الشعار المميز، شعار بو عبيد. مع المركز الثاني المركز الثالث وصلت في أول نداء وتسللت مزون مسفر بن علي بن عبيد السناري مقدما مزون في أول نداء في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط الذي يزخر بعمالقة المضمرين. المركز الرابع تسللت في هذه اللحظات وانطلقت نوايد راعية العوايد على المركز الرابع، تعود ملكيتها لمحمد بن بخيت بن قريع. المركز الخامس شعار حمد بن جار الله بن حسين البريدي مقدم الندى في الشوط الرئيسي. نعود إلى مقدمة الشوط، الكيلو متر الأخير، ركز يا أبو عبيد فالتركيز مطلوب. محمد بن عبيد الحراجين الدوسري يقدم لنا على المركز الأول الوجبة، الوجبة الوجبة والعصا في الإبطان والانطلاق ذاتي والدفع تلقائي. حكم أعصابك يا أبو عبيد، حكم أعصابك مع الوجبة، هذه الوجبة تنطلق برئيسي الإنتاج. السناري قادم، السناري واصل مع مزون مسفر بن علي بن عبيد السناري، بينما المركز الثالث الرقود لعبد الله بن سالم بن شعيل، والمركز الرابع وصلت فيه نوايد لمحمد بن بخيت بن قريع. ولكن الوجبة، ولكن الوجبة محمد بن عبيد الحراجين الدوسري، مزون السناري قادمة، مزون
مزون، ولكن الوجبة تصمد، الوجبة مزون تحاول الخمسمائة متر الثقيلة على المشاركين. وصلوت الحاصلة، مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي، درب للحاصلة، درب للحاصلة، من تسللت، من حسمت الموقف وحصلت على الشوط الرئيسي. سلام بن قطامي، سلام الحاصلة، سلام غيرت الموقف في الوقت القاتل للمضمرين. هذه الحاصلة، مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي حصلت على الشوط الرئيسي وحققت الشوط الرئيسي. تهانينا لمسعود بن محمد بن قطامي، هذا الشعار المميز، شعار خطف الكؤوس، خطف الرموز، خطف الأشواط الرئيسية في الأعوام الماضية. سلام بو محمد، سلام للحاصلة، سلام تنتزع الشوط الرئيسي انتزاعا بانفراد. تهانينا والناموس لمسعود بن محمد بن قطامي على اختطاف الحاصلة للشوط الرئيسي. المركز الثاني وصلت الوجبة، محمد بن عبيد الحراجين الدوسري. المركز الثالث مزون مسفر بن علي بن عبيد السناري. المركز الرابع نوايد محمد بن بخيت بن حمد بن قريع. والمركز الخامس مجرة، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيري. إذن هذه النتيجة، وهذا هو ملخص الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإنتاج الحاصلة. تختطف الشوط الرئيسي في الأمتار الأخيرة قاطعة مسافة الشوط في 4:34، 67 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمسعود بن محمد بن قطامي على اختطافها للشوط الرئيسي. هذه الحاصلة تتوج بالشوط الرئيسي. المركز الثاني بعد الإعادة، وفي الإعادة دائما إفادة. المركز الثاني مزون السناري هي اللي احتلت المركز الثاني، قطعت المسافة في 4:37، 88 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمسفر بن علي بن عبيد السناري، وتهانينا لسيف بن علي السناري. المركز الثالث اللي ما قصرت الوجبة، قطعت المسافة في 4:37، 95 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمحمد بن عبيد الحراجين الدوسري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. شوط